ومن ثمرات العمل في هذه الأيام أن الله عز وجل ميز هذه الأيام بأن فيها يوم عرفة. يوم عرفة هو الشاهد، شاهد ومشهود، الشاهد هو يوم عرفة والمشهود هو يوم الجمعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم يوم عرفة يوم مبارك عظيم، يكون فيه الشيطان كما قال ابن القيم أذل ما يكون في هذا اليوم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من هذا اليوم. يوم العطاء، يوم العتق من النار، يوم المباهاة، يوم عظيم يتقرب فيه الإنسان غير الحاج بالصيام حتى يحظى بأن يكون يوم عرفة من الكفارات، يكفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. أيام يصوم الإنسان هذا اليوم فيكفر به أيام وشهور، يكفر به سنتين في صيام ساعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يضيع الإنسان الحريص مثل هذا اليوم.